اول حاجه ده بيمثلك ايه بالنسبه لك؟ هو يعني ده مش دبدوب عادي يا جماعه، او مش عارف بيقولوا دبدوب صح، دبدوب ولا ايه بيقولوا ايه؟ يعني هو المفروض يعني في الطبيعي اي حد هيشوفه يقول لك دبدوب، لكن دي تميمه بتمثلك ايه منا في هي بتعبر ان انت عالمي تطلع فوق الفضاء، في الفضاء ده تبقى على تعتبر حاجه البوديوم بقى صعبه. بتتكرم، ايه وانت على البوديوم يعني بتتكرم اكيد. قول لي كده يعني، ابدا معاكي من الاخر بقى، من الاخر للاول خالص. مؤخرا يعني بطولة العالم ما شاء الله احنا يعني تفوقنا فيها بشكل كبير جدا وملحوظ، نهاية. وكلميني كده اول حاجة احنا حققنا ايه في البطولة دي سواء كان فردي او جماعي. احنا جبنا ميداليتين، ثلاث ميداليات ذهب، تمام، جبنا 2 فضة، وجبنا عدد ميداليات برونز. 3 برونز متذكر؟ اه 3 برونز، يعني حوالي 8 ميداليات صح كده؟ اه مظبوط. ما شاء الله جبنا احلام كانت جت بالذهب ويوسف، واحنا جبنا ميداليه جماعي، وانا جبت فضه، وعبد الله ممدوح جاب فضه، وبرونز كانت ياسمين جويلي وعلي الصاوي، وكان فريق الكاتا بنات. دي كانت اول مره تحصل في التاريخ كاتا ان جماعي بنات يجيبوا ميداليه. ما شاء الله. انا شافي ميداليتين معاكي صح؟ ايوه. دي ايه وايه؟ هما دي ذهب، دي أيوة. ميداليه الجماعي، ودي ذهب الفرق مظبوط كده؟ اه بالظبط. ودي الفضه اللي هي الخاصه الفردي بتاعتك؟ اه بالظبط، ومكتوب عليها الميزان بتاعي. بالنسبه لك انهي فيهم اغلى؟ يعني انهي فيهم بيمثل لك يعني دي الفردي؟ اشمعنى؟ ودي هما الاثنين غاليين، والاثنين تعبت فيهم بصراحه. الاثنين طب ثبتيهم كده يعني، ايوه خليكي مثبتاهم كده شويه. دي بالنسبه لك دي اللي حاسه فيها بتعبها اكتر اللي هي الفردي؟ اه. ودي ان شاء الله هحارب عشان تبقى ده باذن الله. لا هيحصل باذن الله، خلاص نزلي كده الميداليات تمام. عايز اعرف منك